شيء من الحسابات مره بس متفاجئين حصلوا وليمه وسبق صحفي خبر حصلنا بنت بتطعن ابوها كانت وبيموت ابوها ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وكان يعني ما زين ان بنت تقتل ابوها رباها وكذا خلاص انا مسوي تراني اليوم حدث زين تتعرف عن السالفه تمشي وتنشر لكي خلي الجهات المعنيه من شرطه او غيره تصرح بعدين انشر انت ما تعرف البنت هذه مريضه نفسيا تبى تقتل عمرها ينبونها مسكينه يا ابوها يبي يساعدها طعنت ابوها لكن الحمد لله بخير انت بس مره كيم يعني تعال وليمه اليوم مره لاجين تريثوا شوي لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.